طيب بالنسبة لطفل التوحد، ايه الاختبارات اللي ممكن تبين لنا ان الطفل ده عنده مشكلة وعنده اضطراب توحد او لا؟ طفل التوحد المفروض ان كان الام هي يعني اكتر حد ماما بتكون واخده بالها كويس قوي ان ابنها غير طبيعي او عنده مشكله او انتباه بتاعه ضعيف، بيبقى الانتباه الذاكره التواصل البصري التواصل بيني البصري وبينه بتاعه بيبقى معدوم تماما، تمام، يا اما بيكون لمده ثواني. في مؤشرات كتير قوي المفروض التفاعل الاجتماعي مثلا، التفاعل الاجتماعي نفسه، بس في مؤشرات كتير جدا، كل ما يبقى فيه تدخل مبكر كل ما بيبقى الطفل ممكن اوصله لان هو يبقى نورمال عادي طبعا طبيعي ما بيبقاش فيه مشكله. يعني كل ما الام تدخلت بدري وكل ما كل ام اكيد اكيد جرئي اول ما حست ان في مشكله تدخلت بدري كل ما الطفل اتحسن. تمام، كل ما انا هجيبه بدري يعني قبل السنه ونص لو ام اكتشفت ان ابنها ما بيتواصلش، ما بيحاولش، منطوي، ما بيحاولش انه يلعب، العابه شكلها غريب، بيحاول ان هو يلعب مش نمطي شويه في حركاته، تمام، عنده حركات تكراريه، بيبتدي يعمل حركات مش زي الاطفال اللي في سنه، حتى لو الام ديت ما عندهاش، هو ده اول طفل مثلا، وبيبقى في الغالب ان بيبقى اول طفل لان ام ماما ما بتبقاش عندها خبره بالاطفال شكلها ايه في الاول. فاول سنه ونص من حياه الطفل مهمه جدا جدا لماما ان هي تاخد بالها من الطفل، ابني ده طبيعي ولا مش طبيعي، شايفاه ده هو كويس ولا مش كويس، بينتبه لي لما بناديه بيسمعني، بيبص لي، تمام، ولا ان انا بنادي في حته وهو باصص في حته تانية او مش سامعني. ايوه ففي تمام، الحته دي بالظبط كده عشان اعرف ابني عنده توحد ولا لا، احنا عندنا اختبارين بننفذه، عندنا كارز وجيليام. طيب بما انك قلتي كارز وجيليام عايزين نعرف الفرق بين الاثنين وبيتعملوا لمين الكارز والجيليام، عايزين نعرف الساده المشاهدين. تمام، اختبار كارز وجيليام الاثنين كلاهما بيقيسوا شده التوحد عند الطفل، ولكن احنا كاخصائيين بنحاول عفوا جيليام ادق جيليام بيكون ادق من كارز لاني اسئلته كتير والبنود بتاعته كتير وبتكشف حاجات ادق في ان هي بتجيب حاله الطفل من كل الجوانب، فبنرجح ان يكون جيليام احسن لان هو اللي بيطلع النسبه بتاعت التوحد بالظبط. بمعنى ان ممكن لو عملت كارز ممكن يطلع لي ان الطفل عنده توحد شديد، ولكن انا لو طبقت جيليام ممكن لا هيغير لي المسار تماما وهيحولها لي ان الطفل دوت عنده توحد متوسط. هو كلاهما الاثنين بيقيسوا التوحد ولكن انا بدور على الادق، فالادق منهم هو بيكون جيليام. طيب وطفل